أهداف الدراسة قد تكون الاستكشاف أو الوصف واختبار صحة الفروض. أما نيجي نشوف مع بعض التحليل والتنبؤ، فالدراسة قد تكون بطبيعتها استكشافية أو وصفية لاختبار صحة الفروض. تعتمد بطبيعة الدراسة على البيانات المتوفرة للباحث. البحث نفسه قد يكون أكثر قوة إذا كان يعني دراسة استكشافية تتبعها دراسة وصفية، يعني بيجمع ما بين الاثنين، بيجمع ما بين إن يكون عندك دراسة بايلوت ستادي أو دراسة اكسبلوراتوري ستادي اللي هي البحوث الاستكشافية، ثم تتبعها بالبحث الوصفي. فالاستكشاف غالبا بيفيدنا في إن احنا نتعرف على جانب جديد من جوانب المنظمة قبل ما توصل لمرحلة الوصف، وتدرس الظاهرة نفسها وتبدأ تجمع معلومات عنها. عشان كده بنقول إن البحوث الاستكشافية بتكون أساسية في حالة عدم توافر معارف أو معلومات عن الظاهرة أو عن المشكلة اللي بندرسها. البحث الاستكشافي بيوصلنا لفهم أفضل لمشكلة البحث نظرا لوجود أو عدم توافر العديد من البحوث أو عدم توافر literature review كافية في مجال أو الأريا بتاعت الدراسة. فبالتالي أنت محتاج لإجراء عدد من المقابلات عشان تتعرف على الجوانب الخاصة بالظاهرة محل الدراسة، وده بيوفر لنا في الحقيقة فهم جيد للمشكلة، وده بيفيدك طبعا لما تيجي تتكلم على البحث الوصفي اللي هو يسبقه بحث استكشاف. تأتي في مرحلة تالية اللي هي الدراسات الوصفية، وده بيكون فيه بيانات متوفرة. البيانات اللي بيتم جمعها بتوضح اتجاهات معينة أو نماذج معينة من السلوك من خلال استعراضك للإطار النظري للبحث وتكوين الفروض، وبالتالي بتبدأ توضع فعلا يعني الإطار اللي بيحدد اختيار المتغيرات الخاصة بالبحث. النظريات ما زالت تتعرض للاختبار في كثير من المنظمات من خلال الاستبيانات وجمع البيانات، وبالتالي يتم إجراء البحوث الاستكشافية زي ما احنا قلنا عشان نحصل على فهم كافي للظاهرة وتحسين بناء النظرية، ثم نتبعها بالبحث الوصفي. لما نيجي نشوف ونتعرف على البحث الوصفي، فبنقول يهدف إلى وصف خصائص متغيرات موجودة في ظروف معينة ويتحاول يتأكد منها من خلال مثلا ما نشوف خصائص مجموعة من العاملين ووصفها، أو خصائص الطلاب وعدد الفصول وعدد المواد الإدارية وغيرها. هناك أنواع أخرى من البحوث بنسميها البحوث الكوز أند إفكت أو بحوث السبب والنتيجة. ولذلك أما نيجي نشوف البحث السببي فبنقول يتم إجراؤه إذا كان هناك ضرورة لإيجاد علاقة السبب أو النتيجة، زي ما أنا بقول دايما مثلا مثال ظاهرة انخفاض المبيعات في منظمة، نجد إن أنا عندي مجموعة من الأسباب، أسباب كثيرة جدا جدا يعني، فنجد مثلا نقص كفاءة التدريب، نقص عمولات رجال البيع، انخفاض جودة المنتج، ففي أشياء كثيرة جدا. في هذه الحالة قد يكون أحد هذه الأسباب هو سبب المشكلة اللي عندي، فبالتالي ببدأ أبحثها. فهذا النوع من البحوث بسميه بحوث السبب والنتيجة اللي هي الكوز أند إفكت. زي ما احنا قلنا إن علاقة السببية أيضا تتوقف على هدف الباحث من إجراء البحث. قد يتم التأثير في بعض المتغيرات ونعتبرها عامل تجريبي، واستخدام المتغيرات الأخرى للرقابة على المتغير التابع، أو قد يكون البحث غير سببي. في هذه الحالة بيكون لا
ليس من الضروري أن يتدخل الباحث في البحث، وفي هذه الحالة الباحث بيهمل علاقة السببية.